السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله سنة ستة هناخد مع بعض النهاردة درس جديد بعنوان الصديقان وكعكة السكر. الصديقان وكعكة الإيه؟ وكعكة السكر. الدرس ده حلو جدا جدا جدا، وبيتكلم كمان عن الصداقة. الدرس ده من الوحدة الثانية، والوحدة الثانية أصلا بعنوان من الحياة، وعبارة عن قصص جميلة جدا، ومن ضمنها القصة بتاعتنا النهاردة اللي هي الصديقان وكعكة إيه؟ وكعكة السكر. الصورة اللي قدامكم دي شايفين ايه؟ شايفين ولدين مع بعض زيكم كده في ستة ابتدائي. واحد منهم معاه كعكة، يعني زي قرصة كده، بس للأسف يعني هو بخلان بيها، مش عايز يديها لصاحبه، مش عايز يديله حاجة منها خالص. يا ترى ايه القصة دي بتتكلم عن ايه؟ القصة دي بتتكلم عن اتنين زمايلنا زينا كده في ستة ابتدائي، واحد اسمه أحمد وواحد اسمه ايه؟ اسمه يوسف. أحمد ويوسف صحاب من زمان، وهما الاثنين دايما لما بيكون معاهم اكل كده في وقت البريك مثلا بيروحوا جايبين الاكل وايه وياكلوا مع بعض. ففي يوم احمد قال ليوسف ايه؟ الجرس ضرب ووقت البريك جه عشان ياكلوا بقى مع بعض. فاحمد قال ليوسف ايه؟ يلا بقى يا يوسف علشان ناكل مع بعض. فيوسف قال له خلاص ماشي يلا، بس في حاجه، انا معايا كعكه سكر، معيش غير واحده بس، فانا مش هديك منها حاجه، انا هاكلها لوحدي. فاحمد قال له ايه ده، انت بتهزر صح؟ انت مش عايز تديني حاجه من كعكه السكر اللي معاك؟ قال له لا مش هديك حاجه، انا بحبها وهاكلها لوحدي، يعني انا من الاخر كده طمعان عليها، يعني دي بتاعت انا. فاحمد اتضايق قوي وزعل من صاحبه، لانه يعني استخسر فيه حاجه زي كده، حاجه بسيطه زي كده اللي هي قطعه كعكه، يعني كعكه مش مستاهله ان انت تزعلني عشانها، يعني المفروض ان انا صاحبك وتديني من كل حاجه معاك. المهم احمد زعل من يوسف وايه واتخاصموا كده، وكل واحد روح ايه روح بيته. المهم يوسف لما روح بيته وكان قاعد كده افتكر اللي حصل، واحمد هو كمان ايه افتكر اللي حصل. المهم ايه، يوسف قاعد يفكر كده ويقول ايه، انا ما غلطتش، انا ما اديتوش ده الكلام ده، هو كل واحد خلاص روح بيته. فيوسف بيقول انا ما غلطتش، انا كان معايا قطعه، كان معايا كعكه السكر، وانا كنت حابب طعمها ومش عايزه اديله حاجه، عادي ما فيش مشكله، يعني عادي ايه المشكله. المهم ايه، ابتدى زي ما قلت كده كل واحد يفكر كده مع نفسه لحد الساعة كده ما جت 9 بالليل. المهم يوسف كان قاعد مع أفراد أسرته كان بيتعشى، ودايما طول ما هو قاعد كان عمال يفتكر نظرة أحمد اللي هو بيبص له كده ايه، بصة اللي هو بصة عتاب، يعني انت مستخسر فيا كعكة السكر؟ مش معقول، ده انا صاحبك. المهم يوسف هو قاعد كان قاعد جنب اخته، اخته كان اسمها يسرى، فبيقول لها ايه، بتقول له مالك يا يوسف انت زعلان ليه؟ المهم قال لها، حكى لها على اللي حصل، قال لها انا ما غلطتش وانا مش شايف ان انا عندي غلط خالص، المفروض احمد ما يزعلش هو كمان مني. فيسرى قالت له يا اخي الصداقه اغلى من كل شيء، يعني المفروض ان انت كنت ايه، يعني ما تدي له حته من قطعه كده من كعكه السكر بتاعتك، وانت يعني معقول بتفضل الكعكه على صديقك؟ انت المفروض تتصل بيه وتعتذر له. في نفس الوقت دوت كان احمد كمان بيكلم مع مامته فبيستشيرها في الامر، قال لها يا ماما انا النهارده حصل لي كذا كذا، وانا زعلت من يوسف علشان هو استخسر فيا يديني كعكه السكر، فانا زعلان منه ومخصمه مش هكلمه تاني. فمامته اتكلمت معاه وقالت له لا، موضوع ما يستاهلش ان انتوا تخصموا بعض علشان كعكه السكر، بص اتصل بيه وايه وقول له انا مش زعلان منك وخلاص هنتصالحوا مفيش اي حاجه خالص. المهم يوسف سمع كلام اخته واحمد سمع كلام مامته، وابتدى كل واحد فيهم يمسك التليفون ويكلم التاني، فكان كل مره يتصلوا ببعض كانوا بيلاقوا التليفون ايه مشغول. احمد كرر المحاوله ويوسف كرر المحاوله، برضو التليفون كان ايه كان مشغول. بعد كده يوسف يعني المهم الجرس التليفون رن، يعني دق جرس الهاتف، وكان اللي بيتصل بقى يوسف، يعني يوسف هو اللي اتصل على مين، فضل ماسك التليفون واتصل على احمد لحد ما احمد رد عليه. فيوسف قال له انا اسف ما تزعلش مني، انا اخطات على فكره، الكعكه طعمها ما كانش حلو يعني زي ما انا كنت فاكر، ده طعمها كانت وحشه، وعموما صداقتك بالنسبه لي اغلى واهم من ايه من الايه من الف كعكه. بعد كده تاني يوم الصبح، في الصباح يوسف كان واقف قدام منزله مستني ايه، مستني الاتوبيس بتاع المدرسه، وهو موجود قدام البيت كان بيحط ايده على شنطته كده بيتحسس يعني بيحط ايده على الشنطه بيتاكد ان هو معاه كعكتين. ليه بقى؟ اخد كعكه لمين المره دي؟ بدل ما يطمع عليها، لا هو اخد كعكه ليه وكعكه لصاحبه، مين؟ لصاحبه احمد. وفي الاخر قال له ايه، قال له ان صداقتك هي اهم عندي من الف كعكه وكعكه، وفعلا هي الصداقه شيء مهم جدا جدا جدا. هنقرا الدرس مع بعض، دي هي دي القصه بتاعتنا، تعالوا بقى نقرا الدرس مع بعض ونشوف المعاني الموجوده والاسئله الموجوده في هذا الدرس. أحمد ويوسف صديقان منذ الصغر، ربطتهما الطفولة معا ببراءتها ولهوها
ببرائتها ولهوها. ايه البراءه وايه اللهو؟ البراءه هي النقاء، يعني هما كانوا طفلين كده عندهم نقاء وعندهم صفاء، واللهو اللي هو اللعب. يعني احمد يوسف كانوا صحاب منذ الطفوله منذ الصغر، وايه وكانوا بيلعبوا مع بعض. الصديقان يتعلمان في مدرسه واحده، هما الاثنين مع بعض في ايه في مدرسه واحده، هما الان في الصف السادس الابتدائي، يعني قدكم كده في سنه سته. دق الجرس يعلن وقت الفسحه، الفسحه اللي هو الفسحه اللي هو البريك بتاعكم، اللي هو اللي انتوا تطلعوا تلعبوا وتاكلوا فيه ده وتشربوا كده. دقه يعني ايه دقه؟ دقه يعني رن جرس الفسحه. وعندما وصل الجميع الى فناء المدرسه، والفناء اللي هو الساحه او الحوش يعني بتاع المدرسه، بدا كل منهم ايه المرح واللعب وتناول الطعام. كل واحد فيهم اول ما وصل للحوش بتاعه، الحوش يعني بتاع المدرسه، ابتدى ايه ابتدوا يلعبوا ويجروا وياكلوا كمان، ابتدوا ان هم ايه ياكلوا مع بعض. المهم احمد زي ما هو متعود على طول قال ليوسف ايه، قال أحمد ليوسف كما تعود دائما، تعود أهي دي الآدي ألف الإثنين، كما تعود دائما، ما رأيك لو تقاسمنا ما لدينا من طعام؟ ها يلا بقى إيه نحط الطعام مع بعض. تقاسمنا يعني إيه؟ يعني تشاركنا. إيه رأيك لو إن إحنا تشاركنا أنا وإنت الطعام ده مع بعض؟ وفجأة قال يوسف، لا مانع لدي، ولكنني لن أستطيع أن أتقاسم معك كعكة السكر التي أعدتها أمي، فهي شهية وأرغب في تناولها بمفردي. انا ما عنديش مشكله ان هديك الاكل اللي معايا عادي، انا مش طماعه ولا حاجه، بس مش هينفع اديك اي حاجه خالص من كعكه السكر بتاعتي. فقال له ليه كده؟ قال له اصل بصراحه طعمها لذيذ، شهي يعني ايه شهي؟ يعني لذيذه، وارغب يعني اريد ان ايه ان اتناولها بمفرد، انا عايزه اكلها لوحدي. ظهرت الدهشه على وجه احمد، كان مستغرب جدا من صاحبه، ازاي يعني انت ازاي معقوله مستخسر فيا حته من كعكه السكر؟ لا، فالدهشه هي ايه؟ هو العجب او الحيره. يبقى ظهرت الدهشة على وجه مين؟ وجه أحمد، وقال وهل ترى إنني لا أستحق جزءا منها؟ أنت شايف أن أنا ما استحقش أي حتة منها؟ ثم أضاف على أي حال، قال له إيه؟ شكرا لك يا يوسف. ثم حمل غذاءه إيه وانصرف وجلس بعيدا، زعل منه وأخذ إيه أخذ أكله وراح جاي ماشي بعيد عن مين؟ عن صاحبه يوسف. طبعا زعل منه علشان هو مرديش يديله قطعة من كعكة السكر. أترك يوسف يفكر للحظات قائلا لنفسه، وما العيب فيما فعلت؟ أنا أحب الكعكة أكثر من أي شيء، ولم أرفض أن أتشارك في بقية الطعام. يوسف بقى إيه سكت كده شوية، وكان بيتكلم مع نفسه، بيفكر مع نفسه، بيقول إيه؟ بيقول أنا ما غلطتش، لما إيه العيب فيما فعلت؟ أنا ما غلطتش، أنا أحب الكعكة أكثر من أي حاجة من أي شيء، وإيه وما غلطتش إن إحنا وبعدين أنا ما رفضتش إن إحنا نتشارك الطعام، أنا قلت له كل معايا بس إيه بس مش هياكل معايا من كعكة السكر. انتهى اليوم الدراسي وعاد الجميع الى منازلهم، كان كل منهما يفكر محاولا ان يجد اجابه عن السؤال هل انا مخطئ. كل واحد بقى روح البيت وابتدى يتكلم مع نفسه، يقول ايه هو انا غلط ولا هو اللي غلط. اتى المساء وقربت الساعه 9، وجلس يوسف مع افراد اسرته يتناول عشاءه، ولكن نظره احمد المعاتبه لم تفارق خياله طوال اليوم. يعني قاعد يفكر في نظره احمد العمال ايه، احمد وهو بيبص له بنظره معاتبه كده، فكر في ان يجد اجابه لسؤاله عند اخته يسرى. فقالت له، يا اخي الصداقه اغلى من كل شيء. هي بقت له بصراحه انا شايفه ان انت غلطان، الصداقه هي افضل واحسن من اي حاجه، كيف تفضل كعكه السكر على صديقك؟ عليك ان تتصل به هاتفيا وتعتذر له عما حدث ايه منك. ده كان راي مين؟ ده كان راي يسرى. قالت له لا انت اللي غلطان، وكان المفروض ان انت ازاي تفضل الكعكه على صاحبك، المفروض ان انت كنت تديها له، ومفروض ان انت تكلمه دلوقتي تعتذر له. خلاص ده بالنسبه لراي مين؟ ده بالنسبه لراي ايه يسرى اخت يوسف. طيب احمد عمل ايه بقى؟ اراد احمد ان يستشير امه في هذا الامر. قالت الام، كيف حدث ذلك يا بني، تترك صديقك مقابل حرمانك من كعكه سكر؟ هذا امر عجيب لا يحدث بين صديقين، انت غلطان. هو احمد هنا ايه؟ هنا احمد كان بيكلم مامته بيستشيرها، او يعني بياخد رايها في ايه في اللي حصل، بيطلب الايه الراي منها. فقالت له لا، في هذا الامر اللي هو في هذا الشان او في الحال. فقالت له انت بتترك صاحبك وبتخصمه مقابل حرمانك يعني منعك او منعك من قطعه من ان هو ما ادكش كعكه السكر. لا لا لا، ده امر عجيب، ده امر غريب جدا، المفروض ما يحصلش ايه بين صديقين. انت المفروض ان انت تهاتف صديقك يوسف، يعني تهاتف يعني تتصل به ايه عبر الهاتف، وتتحدث معه ولا تقاطعه ولا تذكره بما حدث ولا تفكره باي حاجه خالص، فهذا شيء بسيط لا يستحق ان تتذكره. قفز احمد اول ما سمع، زي ما كنت مستني كلام مامته، قفز احمد سعيدا كي يتصل هاتفيا بصديقه يوسف، ولكن الهاتف كان ايه كان مشغولا. قرر احمد المحاوله اكثر من مره، ولكن الهاتف مشغول، كل ما اتصل يلاقي التليفون مشغول.
وفجأة دق جرس الهاتف. كان المتحدث يوسف. قال: مرحبا يا صديقي أحمد، لقد أخطأت، لم تكن الكعكة حلوة كما أعرفها. بصراحة الكعكة ما كانش طعمها حلو، كانت وحشة. أنت صديقي دائما، صداقتك هي الأحلى والأغلى، أنت أحسن عندي من 1000 كعكة. أنا ما معدش هاكل كعكة تاني خلاص. وفي الصباح وقف يوسف أمام منزله في انتظار سيارة الإيه؟ المدرسة. كان مستني الأوتوبيس بتاع المدرسة وهو يتحسس حقيبته، يتحسس يعني بيتعرف أو بيحط يده عليها يعني كده، ليتأكد للمرة الألف أن هناك كعكتين من السكر، واحدة له والأخرى لصديقه أحمد. وقد قطع عهدا على نفسه بألا يحدث ذلك الموقف مرة أخرى. فصداقة أحمد تساوي 1000 كعكة سكر. يعني ايه قطع عهد؟ يعني ايه؟ يعني كان ملتزم او اخذ التزام على نفسه ان هو مش هيعمل كده تاني، وان صداقته اغلى من 1000 كعكة سكر. طيب نشوف، احنا كده يعتبر قلنا المعاني، تعالوا بقى واللغويات، يعني تعالوا بقى نشوف مع بعض الاسئله اللي ممكن تيجي على الدرس ده. يعني بصوا معايا كده، مثلا ماذا تعرف عن احمد ويوسف؟ ان هما صديقان منذ الصغر، ربطتهم الطفوله ببراءتها ولهوها ولهوها وايه، ويتعلمان في مدرسه واحده، وهما دلوقتي في الصف السادس الابتدائي. السؤال الثاني مثلا، علامه اعتاد الصديقين ان هما ايه؟ تقسموا مع بعض الطعام، على تقاسم الايه الطعام. بما فوجئ احمد عندما عرض على يوسف مقاسمه الطعام، فوجئ بيوسف ان هو بيقول له ايه؟ لا مانع لدي، ولكنني لن استطيع ان اتقاسم معك كعكه الايه، كعكه السكر. كيف عبر أحمد عن دهشته من رفض يوسف تقاسمه لكعكة السكر؟ قال أحمد: هل ترى أنني لا أستحق جزء منها؟ على أي حال شكر لك يا إيه يوسف. ثم حمل غذاءه وإيه وانصرف وجلس بعيدا، زعل منه ومش بعيد عنه. ما الذي أغضب أحمد من صديقه يوسف؟ هو أحمد كان زعلان من يوسف ليه؟ لأن إيه طبعا أنا صديقه يوسف رفض أن يتقاسم معه كعكة الإيه، كعكة السكر. طيب إيه رأيك في موقف يوسف من أحمد؟ طبعا انا شايف ان ايه، ان يوسف كان غلطان، يبقى موقف ايه كان خاطئ. ده بيدل على عدم فهم يوسف لمعنى الصداقه الحقيقيه. ليه بقى؟ الصداقه دي بيكون اغلى من اي حاجه في الدنيا بجد. والصديق يعني في كلمه كده او مثال معروف بيقول ايه، والصديق عند الضيق. يعني انت بتلاقي صديقك ده جنبك وقت ما تكون متضايق، او وقت ما تكون في شده بيكون واقف جنبك ومش بيسيبك ابدا. وقت الفرح بيكون جنبك، وقت الحزن بيكون جنبك، ما بيستخسرش فيك حاجه يعني. طيب ايه السؤال اللي حاول كل من الصديقين ان يجد اجابه عنه؟ كل واحد روح البيت وقعد يقول ايه، هو انا اللي غلطان ولا هو اللي غلطان؟ فهل هو ايه السؤال اللي هو هل انا مخطئ، هو انا اللي غلطان ولا هو اللي غلطان؟ طبعا كل واحد في الاخر طبعا اخذ راي مين، زي ما قلت اخذ راي ايه، يعني يوسف اخذ راي اخته يسرى، واحمد استشار مامته، وكل واحده منهم كانت بتقول لهم ان هم يتصلوا ببعض تليفونيا او بالهاتف يعني، ويعتذروا لبعض على اللي حصل ده، والموضوع مش مستاهل يعني. الحته المهمه قوي برضو اللي موجوده، ان زي ما قلت لكم قبل كده دايما يجي لي ماذا تتعلم من هذا الدرس. بصوا كده السؤال ده حلو قوي. يعني اول حاجه بيقول لي فضل الايثار. يعني ايه الايثار؟ الايثار هو ان انا افضل الشخص ده على نفسي، اللي هو عكس الانانيه، ان انا ما اكونش اناني، احب صاحبي اكتر مني، ان انا اديله الحاجه اللي معايا. انا مثلا لو معايا قلمين مثلا وانا في المدرسه وقلمه خلص او حصل له حاجه وطلب مني قلم، ما اقولوش لا، ما بخلش عليه، اقول له اتفضل قلم اهو واديله الحاجه دي واشاركه بكل حاجه معايا. الحاجه كمان الثانيه، تفضيل الصداقه على المال. الصداقه بجد يعني الصديق احسن من اي حاجه في الدنيا. انت ممكن تلاقي صديقه يواسيك وقت الحزن، وقت ما تكون متضايق، وقت الشده اللي انت فيها، انما المال مش هينفعك بحاجه، وقت ما تكون زعلان، وقت ما تكون متضايق، وقت ما تكون حزين. كمان التكافل الاجتماعي، لازم يكون في تكافل اسري. يعني لازم يكون لو انت مثلا متضايق من اي حاجه، ممكن تلجا لماما لبابا لاختك لاخوك، تستشيره وتطلب منه رايك، هو انا عملت كذا، ايه رايك انت، المفروض اعمل ايه او ما اعملش ايه. خلاص، وزي ما قلت لك برضو ايه، استشاره الكبار لازم، لان الاكبر منك بيكون اكتر خبره، فبتعرف منه احوال الحياه، وبيقول لك على نصيحه ممكن تعمل بيها وتستفيد ايه وتستفيد منها. بكده يكون انتهى درسنا. بشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.